ماذا تعتقد أن تكون هذه؟ شاشة أخرى؟ أكبر من الأولى وبالألوان؟ هل هذه تبث أيضاً؟ لا، هذا ليس بثاً بل استرجاع، وعلى شاشة واحدة فقط باستعمال أجهزة غريبة في الأسفل. تبدو وكأنها حروف آلة كاتبة. هل يمكن أن تكون ما نسميه محركات تحليل آلات لها عجلات تستعمل لإجراء الحسابات؟ انظر في الداخل. لا عجلات، لحظة، هذه مقاومات كهربائية وهذه مكثفات. كلا، مجمعات. العالم تغير يا صديقي. هذا مكبر صوت صغير، ولكن ما هذه؟ نسميها ترانزستورات. وهذه الصناديق السوداء المكتظة بالوصلات، لا شك أنها مهمة، ولكن ماذا في داخلها وكيف تعمل؟ هذا ما تصنعه شركتي، هذا يستحق المزيد من الدراسة. نسمي هذه أجهزة الكمبيوتر الشخصية. هذا يستعمل أحدث رقائق السيليكون التي صنعتها شركتك لتوفير زخم من الطاقة بتكاليف بسيطة. بضغطة زر تحصل على ساعات من التسلية، أشكال كهذه، وألعاب وموسيقى وحسابات، أشياء لا حصر لها. وتستعمل للعمل أيضا بالإضافة إلى التسلية. ولكن هذه الرقائق لا تقتصر على عمل الكمبيوتر، فهي مثالية لضبط الآلات مثل الحفار عالي السرعة أو ضبط فتحة عدسة الكاميرا. قد يبدو هذا غريبا، ولكن كل هذه الرقائق متشابهة مع أن شكلها قد يختلف. السر في هذه الرقائق هو الترانزستور الذي اخترع قبل 20 سنة من وفاتك. ربما أنك لم تعرف أن السيليكون جيد التوصيل، أو أن الترانزستور يجمع بين خاصيتين مهمتين. جرب دائرة الترانزستور الأساسية. سأستعمل نغمة واحدة وأغذيها إلى الترانزستور.